السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوتن مورجن، عندك هدف في حياتك؟ عندك هدف ماشي وراه وبتحاول تحققه؟ لو احنا اتكلمنا تحديدا عن اللغة الألمانية، عندك هدف فيها؟ هتقدر توصل ازاي؟ تخيل نفسك مثلا انك انت ركبت السيارة ومشيت بيها من غير ما تحط الهدف في النافيجيشن، ماشي؟ السيارة هتوديك فين؟ مش هتوديك لأي مكان. تخيل نفسك انك انت رحت على محطة القطر ومش عارف هتاخد القطر اللي رايح كده ولا تاخد القطر اللي رايح كده، اللي هو بيسموه ريشتونج. ريشتونج وتسيل. فاللي تسيل لازم يكون عندك تسيل في تعلم اللغة الألمانية، واللي تسيل دي هم حطوا له كده 5 شروط، 5 شروط ومثلوهم في كلمة سمارت. الاس شتيت فيو سبيسيفيش، يعني يبقى هدف محدد. يعني لازم يكون هدفك هدف محدد. هتعلم ألماني ولا إنجليزي ولا صيني؟ تعلم الماني يبقى كده الهدف معروف. تاني حاجه ميس بار. ميس بار دي تاني حرف من كلمه سمارت. ميس بار دي معناته ان هو قابل للقياس. قابل للقياس، يعني انا هوصل امتى لاي 1، هوصل امتى لاي 2، هوصل امتى لبي 1، هوصل امتى لبي 2. لازم يبقى عندي ايه؟ مقياس. زي واحد كده عايز يخس فعنده الميزان، كل اسبوعين بيقف عليه ويشوف هو وصل لحد فين. فلازم ان انت ايه؟ تقيس او توزن. بعد كده تالت حرف سمارت سبيسيفيش ميس بار. بعد كده اوس فيور بار، من فعل اوس فيورن يعني ايه؟ ينفذ. هتنفذ ازاي؟ ايه هي ادواتك؟ كورس في المدرسه، ماشي، او في المعهد، فيديوهات استاذ شحاته او اي فيديو من الاساتذه المحترمين كلهم، الاستاذ ضياء، الاستاذ خالد بوزان، الهان، ماريا، اي حد. شوف اللي انت بترتاح له وشوف فيديوهاته وتابعه. هات لك كمان كتب، اشتري كتب اضافيه، روح اماكن، مارس اللغه، اتعلم. بعد كده رابع حرف من حرف كلمه سمارت رياليستش. الهدف لازم يكون رياليستش. في ناس كتير بيقولي، طلاب بيقولي يا استاذ انا عايز اوصل للسي 1 في خلال 6 شهور. بقول له مستحيل. اقل فتره ممكن توصل فيها المستوى هي من شهرين لشهرين ونص. يعني لو انت عايز توصل للبي 2 يبقى سنه كافي جدا. اخر حاجه ترمينيرت، جاي من كلمه ترمين، ها، بمعنى وقت، بمعنى ان انا لازم احط لنفسي جدول زمني واشوف انا هوصل في قد ايه. لو انت قلت بس انا عايز اتعلم الماني او عاوز اخس او وما حطيتلوش جدول زمني، يبقى ده مجرد اضغاث واحلام امنيات بس مش هتقدر توصل لها. اتمنى تكون استفدت، واتمنى انك تطبق الموضوع ده وتقعد كده بورقه وقلم. لازم تكتب هدفك امتى وهتحققه ازاي. واشوفك ان شاء الله في حلقه جديده من جرعه حماس. تشوس.